الإمام موسى بن جعفر، وصيتي إليك يا عم أن تأخذ هذه اليتيمة، طفلة عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات، تأخذ هذه الطفلة إلى المدينة، إذا وصلتم إلى المدينة اتركوها فإنها ستدرج وتمشي لوحدها، ستقف على باب دار، توصل على باب دار من البيوت، إذا وصلت إلى باب تلك الدار اطرقوا تلك الدار. وفعلا مرت أيام وفارق هذا الهاشمي الدنيا غريبا لا يعرف أحدا عنه شيء، ودفن في بلاد غربة. هذا الشيخ أخذ هذه الطفلة، أخذ هذه اليتيمة، وجاء بها إلى أين؟ جاء بها إلى المدينة. أخذت تلك الطفلة تمشي بين سكك المدينة، بين دور المدينة، هي لوحدها، إلى أن وقفت على باب دار. هذا الدار لم يعد فيها أحد من الرجال، أهل هذه الدار كلهم غرباء، ما في تلك الدار إلا بكاء، ما في تلك الدار إلا صراخ الأيامى وبكاء النساء، أهل هذه الدار كلهم فقدوها. وقفت على باب تلك الدار، وإذا بامرأة قد خرجت وهي تنظر إلى تلك اليتيمة، تنظر إلى تلك اليتيمة ودموعها تجري على خديها، ضمتها إلى صدرها. قلنا لها النسوة: أيتها المرأة، أيتها الأم، لماذا بكيت حينما رأيت هذه الطفلة وهذه اليتيمة؟ قالت: والله إن عليها شمائل ولدي القاسم، إن عليها شمائل ولدي القاسم. سألوا ذلك الرجل: من تكون هذه الطفلة؟ فقال: هذه الطفلة هي ابنة القاسم ابن موسى بن جعفر عليه السلام، أحسن الله لكم العزاء. أخذ ينظر إلى تلك اليتيمة، وتلك اليتيمة تنظر إلى جدتها. ألا من مناد ومصيبة، أوالي وصلت للمدينة فاطمة، وصلت للمدينة فاطمة، وصلت شبكتها يا ويلي، وصاحت وونت وشمت ريحتك والوالدة حنايات، ماتت ما تعيش الوالدة بدونك، أويلاه ماتت ما تعيش الوالدة، الوالدة بدونك. أوالي يعقوب بقميص ابن رجع شوفه، أم تنتظر غياب معروفة، وامك ماتت على الطفلة ملهوفة، ومن دموع بنتك عرفت شلونك. نعم ماتت هذه الجدة، هذه الأم، لما أن سمعت إن ابنها القاسم مات غريبا، لما سمعت ونظرت إلى يتيمة ابنتها القاسم. لكن عدنا يتيمة ثانية، ماتت تلك اليتيمة على رأس والدها الإمام الحسين، تلك يتيمة ثانية لأبي عبد الله الحسين. لما وضعوا رأس والدها في حجرها، أخذت تمسح التراب والدم من على رأس والدها، وهي تنادي: يا والدي والله عظيمة، يا والدي والله عظيمة، أنا صير من صغري يتيمة،
أنا صير من صغري من صغري يتيمة أثار الأب يا ناس خيمة يفي على عيالة وحريمة يا يفي على عيالة على عيالة وحريمة أوالي وصاحت سكينة يا عمة يا بالعجل ودوا خبر صاحت سكينة يا عمة بالعجل ودوا خبر كربلاء خلى يجينا أبو الفضل يحفر قبر والشهيد حسين خلى يجيب كافور وسدار والولد الأكبر يشوف اخته ونعشها يحمله ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه